مع انه اذا فينا نعطيهم الشيك اليوم على العشاء بيكون احسن. ما تبالغي بقلقك، انا مثلك بتضايقني هالتفاصيل. خلص الاسبوع الجاي رح ادفع، انسي بقى. اهلا وسهلا يا بيك. سيارة لنا للضابط شرف يا خانم، اجي قبلكم بشوي. خير ان شاء الله. خير، شو بده منا هاد؟ عن جد كثير طيبة، يسلموا هاليدين. صحة وعافية. والله بصراحة الرز بحليب، يعني لا تقول مغرورة بس ما حدا بيساوي مثلي. مشكورة، يسلموا. إذا زبدية صغيرة وعجبوك بجيب لك وحدة تانية. لا لا يسلموا، صحي كتير طيبين بس حلي قلبي ما فيني أكل أكتر من هيك. صحة وعافية. ممكن يكون راحوا من المستشفى دغري على الشركة لأنه عندهم شغل كتير، حرام والله ما بيعدوا حتى بالعطلة. مو مشكلة، بنتظر شوي كمان. يا سبحان الله استجاب لدعواتي، ليكن أجوا. مشغول باله على عمر بيك واجا يسأل عنه، وأنا ضيفته رز بحليب وعجبوه. كيف الحال؟ الحمد لله. رجعت على وظيفتك ولا شو؟ لا بس كان مشغول بالي بقصة، لهيك كنت حابب شوف بدر بيك بس ما كان في حدا، والست هندا الله يسلمها أصرت أني أقعد وانطركن. أهلا وسهلا. أهلي. تفضلوا عدوا. أي كيف وضع السيد عمر؟ سمعت أنه مو منيح. عمر بعده على حد، ناطرين يصحى وإن شاء الله ما بيطول. الله يشفيه ويعافيه بسرعة. الله يعافيه. خير، شو بدك من بدر؟ بخصوص شو بدك تشوف؟ لا تفهميني غلط، أنا مالي جاي بصفة رسمية، قلت منه بشوف بدر بيك شوي ومنه بتطمن منكن على صحة عمر بيك بالمرة. بدر ما نو هون، برات البلد. بالله. أنا بهالفترة عندي وقت فراغ كتير مثل ما بتعرفوا، وإذا عم تتسألوا ليش مهتم بهالقضية، أكيد طبعاً وضع السيد عمر مهم، بس المهم أكتر عندي واللي مرتبط بقضية سابقة، موضوع سلاحي اللي التقى معه بالسيارة واللي انقتل فيه فرحات. وبهيك حالة عمر طبيعي يكون المتهم الأول بقتل فرحات، وأنا بنصحكم بكل حب تبعدوا عيلتكم عن هالقصة ولا تتدخلوا لا من قريب ولا من بعيد بهالتفاصيل. انتوا عيلة كبيرة وإلى وزنة، وإذا نذكر اسمكم بأي تحقيق ممكن تنضروا كتير. يعني حسب ما فهمت منه الشركة ممكن تأفلس والقروض ما بقى تنفع. ليش؟ هاي نهى خان ومبدر بيعرفوها وعمر كمان. مهند اسمعني منيح، واضح انهم قرروا يقتلوا لعمر مشان يمنعوا يحكي. وانا ما عم بفهم ليه جاي تخبريني لإلي؟ طالما كتير متأكدة من كلامي ومصدقة عمر شو ما حكى منيح، لشو لك كان جاي لعندي؟ بشو أنا رح فيدك؟ أنت فيك تروحي تحكي للشرطة فورا. لا أنا إذا رحت على الشرطة كيف بدي أثبت لهم إنه كلامي صحيح؟ فيك تفهمني؟ عمر بالمشفى وما حدا بيعرف إمتى رح يصحى، لهيك مستحيل يصدقوا كلامي بدون أدلة. وبعدين أنا كمان ممكن تتعرض حياتي للخطر. اسمعي فيروز، أنا بهالأمور تبع الشركة رح تأفلس وبورصة ومورصة ما كتير بفهم. أنا إذا في شي غلط بحب صالحه وبس، ولا تنسي إنه عمر مشتبه فيه بالجريمة. أي جريمة؟ يعني هلأ أنت ما كان عندك خبر إنه السلاح اللي نقتل فيه فرحات كان بسيارة؟ جد؟ يعني عمر حاكي لك بس عن وساخات بيت السنانير وعن وساخاته هو وشو مساوي، ما عطاك اي خبر؟ بلكي كان عامل كل هالشغلات ليغطي على جرائدي، وبلكي كان هو اللي عم يخطط لهالمؤامرة. انا وثقت فيه بعرف،
وقفت جنبه من الأول، بس خلينا ننطر ليصحى. بالأول خليه يوعى وبس يمشي حاله نشوف قصة السلاح. أما إذا كان كلامك صحيح ومحاولين يقتلوه، وقت لكل حادث حديث. لو سمحت إن شاء الله ألف صحة. يعطيك العافية. الله يعافيك.